اهلا وسهلا بكم في القناه ديالكم كرياسيون كيما كوين. كيف ما عودتكم هاد الايام هادي ما عطاكم غير خبز المسفنج الخبز المسفنج. هذا خبز صحي لمرضى السكري وسمعوني مزيان مزيان. تصلحت الناس اللي كدير ريجيم، الناس اللي كيعجبها الشعير، لكن سمعوا عافاكم المعلومات للاخير، لان كاينين بزاف ديال الحوايج كيكونوا مغلوطين وحنا ما عارفينهمش. فانا غادي نشرح لكم بزاف ديال الحوايج بالنسبه لهذا الخبز بالنسبه لمرضى السكري عموما. هذا الخبز البنات درتو بالخميره بلديه، درتو يعني بالزيتون والكمون. عتمنى نعاود لكم شحال الخبيز تهيتو لكاع الاحباب ديالي، نتمنى انكم تجربوه. وهنايا غادي نفكركم في الفيديو السابق، نتمنى انكم تجربوا هذا الخبيز هذا. وصراحه انا في تيك توك بزاف بزاف تقريبا شي 200 بنت اللي جربت هذا الخبز هذا، فكنتمنى ان الاحباب ديالي هنايا حتى هما يعطيو الفرصه ديالو ويجربوه لانه فعلا يستحق التجربه ومن القلب ديالي. اول حاجه هنايا غادي نوريكم دقيق ديال الشعير. عندي هنا الدقيق ديال الشعير ديال البلاد، يعني بالبلوسون ديالو بكل شيء. وغنهضروا على الشعير وغنهضروا على بزاف ديال الحوايج بالنسبه لمرضى السكري. فاحنا شنو المشكله ديالنا؟ المواد اللي فيهم الكربوهيدرات كيطلعوا لنا معدل السكر في الدم. فالشعير نسبه ديالو يعني نسبه ديال الكربوهيدرات فيه قليله على الدقيق الابيض، فيه 72 في كل 100 غرام، ردوا معايا البال. وحنا كمرضى سكري خاصنا ناخذوا في كل حصه اقل من 60 غرام ديال الكربوهيدرات. بما معناه الى هاد 100 غرام ديال فيها 72 فانا خاصني ناخذ غير النص ديالها ولا الربع ديالها، فردوا معايا البال الله يعطيكم الستر. هنا الشعير كنعرفوا اننا الى درناه بوحدو كيجي كله ملصق وما تيجيش زوين، فغنضيفوا له شي حوايج اللي من نفس يعني من نفس القياس ديال الكربوهيدرات ديال الشعير. وانا كنقول لكم هادشي وانا عارفه مزيان مزيان بحكم الدراسه، انا عارفه. كنشدو الشعير كيف شفتو تنرطبوه بالماء وتنخليه ليله كامله باش يتشد ليا راسو وباش يجي رطب لانه كيجي قاصح. من بعد كنشد ملعقه صغيره ديال الخميره الفوريه مع ربع كاس ديال الماء وتنخليها تختمر عاد كنضيفها ليه. انا هنا ما درتش خميره بلديه بوحدها لان كتاخذ وقت طويل في الاختمار، وهي ديجا من الشعير وهو من الشعير غتشد ليا وقت طويل وما غاديش يجي الخبز نهائيا زوين. لذلك درت الخميره الاخرى باش نعاون. اما الا كنتي غدي تزيدي الدقيق او غتزيدي شي حاجه فممكن ديري غير الخميره بلديه بوحدها وتخليها مده طويله. لكن بالنسبه لهذا الخبز ضروري من شي حاجه اللي تساعدو او ترفعو شويه وتخليه يختمر شويه. عندي هنايا ملعقه كبيره ديال الخميره البلديه، وعندي هنايا دقيق ديال النخا داك الفرينه يعني الفرينه البلديه، فهي صحيه وفيها حتى هي 72 غرام في كل 100 غرام ديال الكربوهيدرات. انا هنا ضفت 50 غرام ديالها، يعني بما معناه عندي هنا تقريبا 30 غرام ديال الكربوهيدرات. غادي نضيف الخميره ديالي وغادي نضيف حتى النخاله. عندي النخاله 30 غرام ديال النخاله، 30 غرام 100 غرام ديال النخاله فيها 72 كربوهيدرات، يعني تقريبا 30 غرام راه ما عنديش حتى شي 15 ولا 14 كربوهيدرات. حسبوا هادشي كامل وغادي تعرفوا الخبز شحال غادي يكون فيه. مثلا تقريبا غادي يكون هاد الخبز كله غتكون فيه تقريبا واحد 250 كارب، لان الكميه ديال الدقيق راه عندي تقريبا زلافه بما يعادل 250 غرام ديال الشعير. وحسبوا يعني الكارب اللي فيه وتعرفي شحال خاصك تاخذي في الوقيته ديال يعني في الماكله ديالك. فانا حاولت انني نشرح لكم لان الفيديو 8 دقائق، انا بالنسبه لي ما كافيش نهائيا باش نشرح لكم هذا الشيء. تابعوا القناه، انا يوميا غنبقى نحط لكم وصفه ونحسب معكم ونشرح لكم علاش مرضى السكري ما كياخذوش الدقيق الابيض، ما كياخذوش بزاف ديال الحوايج، وعلاش هذا الخبز حتى هو راه مزيان لينا لكن راه فيه حتى هو نسبه من الكربوهيدرات. خاصني ناكل ونقيس. هنا كيف كتشوفوا ضفت الكمون، ضفت الزيتون، وهنا النخاله 30 غرام ديال النخاله. عندي هنا الحمراء، ما عنديش نخاله الاخرى. هاد النخاله شنو الدور ديالها؟ باش ما تخليش ملصق، يعني كتحاول انها تشتت الجزيئات ديالو الداخل وما كيجيش كله يعني ملصق ومرغوي من الداخل. راكم عارفين الناس اللي كتعجنوا بوحدو راه عارفه شنو كيوقع، فهو دائما كيجي ملصق. انا فقط هنايا حاولت نشرح لكم بواحد السرعه، وسمحوا لي بزاف على الصوت ديالي انا شويه عيانه، لكن اي سؤال واي حاجه بغيتوها خلوها لي غير في التعاليق وانا غادي نشرح لكم كل شيء. فمرضى السكري عندنا اللعبه كلها او المعنى كله في الكربوهيدرات اللي غتاخذي في كل وجبه. يعني الا خديت هذا الخبز حتى هو ما غناكلش منه كميه كبيره، ماشي هو حنتي هابط من النسبه ديال الكربوهيدرات خصني ناكل منه بزاف. انا بزاف الوصفات كنديرهم هابط فيهم الكربوهيدرات وزوينين لكن تناكل قياس.
وعندنا كاينين دي زابليكاسيون او تطابيق خاصين لمرضى السكري وخاصين الناس اللي تيديروا اللو كارب باش تطلعي تعرفي العبار ديال كل حاجه وتعرفي شحال فيها ديال الغرامات ديال الكربوهيدرات شنو تاكليش وما تاكليش. هنايا البنات بعد ما ضفت له الخميره وهذا خليته اختامر مزيان ومن بعد غادي هو راه ما كيطلعش بحال الاخر يعني كيتزاد غير واحد شويه كنقرصوه هنايا غير بالنخاله عفوا بدقيق الشعير والبلبوله ما كنديرش البلبوله بوحدها لانها تزيد تنشفو فخلطيها مع دقيق الشعير عاد ديريها كندوز يدي في الماء وتنقرص. سمحوا لي بزاف انا عارفه هذا الفيديو كله مرون وما ما دايرش لان حاولت ندخل معلومات في وسط من الوصفه كنتمنى انكم يعني توصلوا المعلومه على حقها وطريقها فالناس خاطئه في بزاف ديال الحوايج راه المشكله اللي عندنا احنا كمرضى سكري في الكربوهيدرات ممكن ناخذ اي حاجه لكن يكون الكربوهيدرات ديالها هابطين ما عنديش مشكل. هنايا البنات كنخليه يختامر تقريبا راه غير واحد نص ساعه وتيختامر وكنحاول انني ندير فيه الصبع ديالي الا رجع لي راه هو ما تيطلعش يعني راكم عارفين الشعير ما كيطلعش لان ما فيهش الجلوتين بزاف ما فيهش ما كيطلعش. صافي كندوز فيه هذا نتقبو الاول ماشي بحال الاخر كنتقبو الاول عاد كنرش عليه الحليب ضروري من الحليب علاش باش تربط طابليه هذيك البلبله اللي الفوق وحتى الخبز ما ينشفليش في الفران راكم عرفتوا وزائد التحميره شوفوا اللون ديالو كيفاش كيجي فالخبز ملي تنرش عليه يا اما الماء مع السكر يا اما الكريم فريش وكنعاود ناكد عليها راه المخبزات الكبرى اللي كدير هادشي. جات واحد السيده قالت لي الا كان غادي يديرها الخباز راه ما خرج والو الحليب راه غالي. لا حبيبه ديالك نهضر على المخبزات الكبرى المخبزات الراقيه المخبزات الفرنسيه هما اللي كيديروا هذا الشيء كيديروا الحليب ولو بزاف ديال الناس كيديروه فنتمنى ان هذه الطريقه تجربوها عاد تحكموا. هنايا كندخلوا الفران يكون سخون على درجه 230 كيف وريتكم يكون سخون مزيان ونرمي فيه الخبز فحتى الفران راه هو كيلعب دور. بزاف تيقولوا لي حنا عندنا فران ديال الضو ما كيطيبش حنا فران ديال الغاز ما كيطيبش راه المشكله في درجه الحراره الفران خاصو يكون سخون كيف قلت لكم داك النهار الفران ديال العواد كيكون طايب وتيرمي فيه الخبز وتيخرجوا ما شاء الله كله معلك ودغيا تيطيب راه تقريبا ربع ساعه ولا 10 دقائق تتخرجي وشوفوا الا خرجت لكم هذه النتيجه في خبز شهير ولي الامانه ما تقولوش لي داكشي اللي كتشوفوا في المواقع كاينين بزاف ديال الحوايج اللي تيكونوا ماشي هما هادوك ربما تكون محسنات ربما تكون بزاف ديال الحوايج وكتجرب لوحدك كتقول لك لا انا جرني قاصح هذا حبيبه ديالي راه ما قاصح ما والو ورطب جربي بهذه الطريقه وبدون محسنات راكم شفتوا كل شيء على عينيكم. كنتمنى انكم تجربوه وتدعيوا معايا بالشفاء العاجل بس نزيدكم المزيد لان الصراحه انا هذا يعني الخبز عشقي تيعجبني انني نبقى نصوبها كانواع ديال الخبز تنصوبوا هذا حتى حلو للناس اللي تتاخذ حلو تنصوبوا بزاف ديال الحوايج اللي بغات شي حاجه تخلي لي في التعليق وانا باذن الله غادي نلبي الطلبات كلهم. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وينال رضاكم وللمزيد من المعلومات على مرضى السكري وعلى الوصفات اللي خاصهم ياخذوا مرضى السكري تابعوا الحساب وما تنساوش الجرس والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد.